أهلا بكم من جديد في منشطات سودانية، ولازلت في الفقرة التحليلية بصحبة الدكتور إبراهيم الصديق رئيس تحرير صحيفة الصحافة، وانتقل بكم إلى ما ورد في آخر لحظة ونقرأ. الثراء الحرام تستثني التحلل في المعاملات الربوية، حيث علمت آخر لحظة أن نيابة الثراء الحرام قد استثنت التحلل في المعاملات الربوية فقط قبل فتح الدعوى الجنائية مع استمرار منع التحلل في المال العام وغيره. واستندت نيابة الثراء الحرام في استثنائها للتحلل في حالة الربا إلى النص القرآني: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون، بجانب أخذها للرأي الفقهي حول الأمر. وطبقا للمعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة، فإن النيابة استندت أيضا في استثنائها للتحلل الربوي إلى المادة 13 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، والتي جوزت لكل شخص أثرى ثراء حراما أو مشبوها أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه في أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية. دكتور إبراهيم الصديق، يعني هذا الاستثناء هل هو عودة لمادة التحلل من باب الربا؟ أول حاجة خلينا نتفق على حاجة، أفتكر أن الاستثناء ما بيكون استثناء من القانون، لأنه القانون ما بفضع النيابة، النيابة بتطبق القانون، لكن ده يمكن يكون تفسير للنص القانوني. فبالتالي إحنا ممكن نتحدث عن التفسير، كيف أن التفسير يكون القواعد التفسير نفسها، عشان قواعد تفسير النص القانوني. لأنه المفسر إذا لما يجي يفسر النص القانوني بيستحضر النية بتاعت المشرع، إرادة المشرع. زول اللي عمل القانون كان قاصد شنو بالضبط في القصة دي، يعني كان قاصد يحقق ذاته قائمة الغايات. فبالتالي النيابة لما تجي بتستحضر الإرادة بتاعت المشرع من حيث اتساعة، من حيث ضيقة، من حيث كده كده. فأعتقد إنه النيابة من حيث هي، أفتكر إنه من الأولى إنه الناس يكونوا عندهم التوسع في الإجراءات بتاعتهم، التوسع في بتاعته والقانون. وكلما كان في القانون فيه مرونة، كلما بقى من الجيد انك انت تتعامل فيه، لانه احيانا بعض القضايا نتعامل معها عاطفيا كده، بس نقول لك الزود ده يتحلل وده يمشي كده كده. لكن اذا القانون ده بالقانون الوضع بيطبق على الزول حرفيا بشكل واحد اثنين وثلاثة، احنا حقه نكون ملتزمين بالقانون ده عشان ما تاخذنا العاطفه في مساله تطبيق القانون. هل القانون بيطبق العداله؟ احيانا لا، ما بيطبق العداله، لكن بيطبق القانون لانه بيطبق النص. هو وجد القانون لتحقيق العداله في الاساس، يعني ما شرط كل القرارات التي تصدر هي القرارات التي توافق الصواب. عشان كده في الاجراءات القانونيه عملوا التراتيبيه دي، عملوا الاستئناف الاول والاستئناف الثاني والمحكمه العليا والمحكمه الدستوريه، بحيث انه يتم استدراك ما تم من القرارات، لان التفسيرات، طريقه تفسير القانون، طريقة التعامل معه، وطريقة البينة، وطريقة اللحن بتاع الزول، انك انت تقدر تقدم الدفعات تحتك انت اكثر، تقدر تستغل الثغرات المتاحة فيها. فهي دي كلها اجراءات في الاجراءات القانونية تكون بتتم. يعني الهدف هي صحيح العدالة، لكن ما بتتحقق العدالة كليا في كل مرة في كل حاجة، كل حاجة بتطبق لك لما بتطبق لك من كل حاجة. فبالتالي نحن لما نتعامل مع الزول بتاع الثراء الحرام نتعامل مع وقائع، شكلها كيف واطار شنو، وممكن تصل للزول لشنو، عشان انه المصلحه في القضيه شنو المصلحه. يعني هل نحن مصلحتنا انه نجيب زول وندخله في السجن وننكله ونجيب كلنا مع بعض، ولا نحن نستلم منه المبالغ وبعد ذاك المساله بتاعت التوبه دي ربنا سبحانه وتعالى عامل للناس امكانيتين ويتوب وكذا كذا. لكن الاولى انه نحن نقوي المصادر اللي ما بتخلي الناس يعملوا الحكايه دي. يعني ما نجي بعد الزول ما يصير الثراء الحرام وكذا ونجي تبقى مشكلتنا في التحلل بتاعه، يبقى مشكلتنا في التحلل احنا نمنع اصلا ما يكون عنده إمكانية إنه يستغل ويأخذ مبالغ ويسر صراحة. هي دي الضوابط الأولانية في المال، الضوابط بتاعت الشفافية، الضوابط المالية، اللوائح الإجرائية، اللوائح الشرعية، اللوائح المراقبة والمتابعة والمراقبة بتاعتها. فدي المسائل الأولى في الضبط بتاعنا عشان نحقق الضبط. فسرت يا دكتور إبراهيم، فسرت الموضوع وفي نفس الوقت نقطته بأنه وكأنك تشير إلى أنه لا يمكن أن يعني يوجد قانون كهذا يساعد على أنا أعتقد أنه الخلل إنه صحيح. يعني انا ممكن نجي نقول بعد الزول ما خلاص اسرى الثراء الحرام ودي الاشكاليه ونجي نمسك فيه، لا، نحن حقه نمسك في الاصل بتاع القضيه. ليه هو اصلا اسرى الثراء الحرام؟ لانه في فراغات في القوانين، في فراغات في اللوائح، في فراغات كده. فلو قوينا الفراغات اللي هناك بيكون من لما الزول يصل الحته دي بيكون بيصلوا ناس محدودين جدا وما ناس كثيرين، وتبقى حالات شاذه بعد ذاك التعامل معها بيكون ايا كان الشكل بتاعته ما بكون. ولكن الا ترى انها قانون كهذا يمكن ان يشجع على سرقه المال العام وعلى الربا ثم بعد ذلك تتحلل؟ شوف، النفس البشريه دي حتبقى ماشيه فيها اصلا. يعني انت قصه انك انت نقول والله ان احنا حنصل لمجتمع صافي كذا ما فيه زول بيسرق ما فيه زول بينهم، اصلا في حيكون في زول بيسرق وحيكون في زول بيسرق وحيزول في كذا. لكن كيف احنا نشدد القوانين؟ اوكي، من ضروري ان الناس تشدد القوانين، لكن اذا ده القانون الان الموجود
ان نتعامل بالقانون الموجود. هل انا ادعو لانه يكون في اجراءات قانونيه اكثر؟ نعم ندعو لانه يكون في اجراءات قانونيه اكثر، ندعو لانه دي ما تكون منافس لانه الناس ينفذوا منها. يعني الماده هي ذاتها من حيث هي ماده، انا اعتقد انه حق الناس يشددوا فيها اكثر. يعني افتكر انه ما يكون يكفي فقط انك انت بس تتحلل، يعني قد يكون التفسير الفقهي، انا ما عندي ما هذا الجدل دار حول لكن هل الزول بعد ما يعاقب بعد ما يتحلل هل يعاقب؟ انا اعتقد انه يعاقب. انا اعتقد انه ما يكفي انك انت تسرق وتستفيد وتعمل كذا وكذا كذا وخلاص تقول خلاص. اعتقد انه تم تكون في جزاءات ثانيه، قد ما تكون تجاه المال لكن قد تكون بالسجن، قد تكون بالحبس، قد تكون بالابعاد، قد تكون ايا كان شكلها. في اعتقد انه مفترض تكون في اجراءات ثانيه. الا ياتي بخاطرك دكتور ابراهيم ان هذه الماده او هذا القانون تبتدعه الدولة الآن لكي تحارب الفساد ولكن بقوة ناعمة، يعني قد تمنع تطلب إرجاع الأموال دون محاسبة، وربما في مرحلة لاحقة قد تستحدث قانون آخر يلغي هذه المادة؟ هل تعتمد إلى هذا الرأي؟ يعني شوف الدولة دي دائما ممكن أي زول يرمي عليها الحاجة دار يرمي، يعني ممكن تقول الحاجة دي بتمشي فيها، لكن أفتكر إنه دي من القضية الأساسية. أنا أرى قضيتي الأساسية إنه نحن نقوي الضوابط بتاعتنا، لانه في غير الدوله الحكايه دي بتحصل، لانه في المال العام مش في المال العام، القضيه مش في المال العام فقط، الان في المحاكم في شركات في مؤسسات في رجال اعمال سرقت مبالغهم، في ناس بسيطين جدا سرقوا ناس رجال اعمال وماشيين في السوق وشالوا قرش الناس وكذا، فاعتقد انه الضوابط من حيث ضوابط مفترض هي تتقوى، ضوابط التعامل مع المال، الضوابط التعامل مع الاجراءات الماليه دي ومع مسائل الامانه، أعتقد إنها مسائل دي مهمة جدا إنه القوانين فيها تكون قوية جدا، الضوابط فيها تكون قوية من الأصل فيها في التعامل فيها، وحتى التعاملات تحت الناس العادية، لأنه أنا أتكلم عن مبالغ، أتكلم عن مبالغ تحت التنزيل، يعني إحنا ما زول يشيل له كم مليار من الزول يقول له ده ننزل لك قروش، يعني دي ما مسائل في الوعي بتاعت الأشخاص العاديين، يعني ما عندها علاقة حتى بالدولة والطرق بتاعتها وطريقة التفكير، فيبقى عندنا في مشاكل كثيرة في طريقة التفكير مع المال والتعامل معه والإجراءات بتاعته والمسائل الشفافية بتاعتنا. كلما قوينا الشفافية عندنا، كلما قوينا الضوابط، كلما قل إنه يكون متاح إنه الناس يكون عندهم فساد.